معانا سيادة النائب سعيد حساسين. ألو، بسمة، ازاي حضرتك؟ ومنورة ومنورك النائب أحمد إدريس والضيف الثاني اللي شكرا. معاك الحقيقة، أنا مش قدام التلفزيون. الله ازاي يخليك حضرتك يا يا فندم. دكتور؟ ازيك يا أحمد بيه؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت اكتر واحد تتكلم على المسألة دي يا دكتور وايدك فيها. حضرتك تابعت سيادة النائب موضوع الغسالة ده يا استاذ رسم، انا بعد ما شفت الحلقه بتاعت حضرتك ساعه ما عرضت الغساله، تاني يوم تقدمت فورا بطلب احاطه لمعالي وزير الصحه. طبعا انا كنت متوقع ان الوزير هيتحرك ويروح ويشوف او يجي لنا رد. حتى الان الموضوع بقى اكتر من اسبوع او 10 ايام، انا ما جاليش رد على طلب الاحاطه بتاعي ولا دورج طلب الاحاطه في الجلسه العامه في البرلمان. احنا تعبنا الحقيقه، يعني خلاص، يعني بالنسبه للصحه الواحد الحقيقه مش عارف يقول ايه. يعني انا سامع النائب احمد ادريس بيقول لك الاقصر متبهدله انا ما بتكلمش على الاقصر يا احمد بيه، بس كل ايوه مصر بتعاني من هذا الاهمال اللي انت بتعاني منه في الاقصر. فعلا فعلا انا يا عايز اقول دكتور، لحضرتك كل محافظات مصر كده، وكل النواب زمايلنا لما بيقعدوا معانا كده، ما شفناش نائب قال ان انا عندي مستشفى محترمه، او شفنا واحد في اي قناه او في الشارع او في اي دايره من دوائرنا بيقول الله يكرمكم احنا رحنا لينا علاج، ولا رحنا لينا نغسل كلوي. يا استاذ رسمه، الواحد طول النهار بيتحايل على بتوع الصحه، ارجوكم في واحد بيموت عايز عنايه مركزه، ما فيش. طب ارجوكم في هنفضل واحد كده يا بيموت دكتور؟ عايز غسيل كلوي، ما فيش. انا عايز اقول لك الاسبوع اللي فات انا ميت لي واحد من الدايره عندي عايز عنايه مركزه، في الاخر مين السبب؟ انا بقيت السبب. يعني بقى في الدايره يقول لك الدكتور سعيد ما سالش علينا، وانا عمال الف على وزاره الصحه وعلى الوزير ونائب الوزير ومدير لا تعبنا الحقيقه، تعبنا ومش عارف لحد امتى هنفضل كده، واحنا الحقيقه بنعمل علينا. احمد بيه ما تقولش هنفضل كده، احنا بنعمل احنا الدور علينا. علينا احنا المسؤولين يعني يا دكتور، يعني احنا مسؤولين وبنعمل يا احمد بيه، انت بس الناس بتمسك مقصرا فينا احنا مش في يا الوزير، عم احمد، انت وحقهم مقصر. لان هم افترضوا فيكو ان انتوا تدافعوا عنهم وتحلوا فعلا. مشاكلهم الناس وتخلوا بالكم من ارواحهم. بتقول طيب النائب المقصر يا يعني دكتور، الناس دي انت خارجكم من غير زعل يا سياده النائب وسياده طبعا النائب طبعا احمد طبعا. ادريس، يعني الناس دي تعمل ايه؟ الناس الغلابه دول يعملوا ايه؟ وانتوا المفروض انا عندي ادوات رقابيه، انا كنائب في البرلمان او احمد بيه او اي نائب في البرلمان عندي ادوات رقابيه. هذه الادوات لما انت تستخدميها وما يجيلكيش رد هتعملي ايه؟ احنا الحقيقه تعبنا، واحنا متفقين مع بعض النواب، يعني انا اتفقت مع بعض النواب ان احنا هنعمل قاعده في لجنه الصحه، انا عضو لجنه الصحه في البرلمان، وكلمت رئيس اللجنه الحقيقه امبارح وقلت له ان احنا لازم ناخد موقف من كده. الوزير بيتحجج ويقول لك انا ما عنديش ميزانيه، ما عندناش مشكله في الميزانيه، نحن نعرف بيتحجج تماما. ازاي يعني يا فندم؟ يعني يقول لك انا هتقول لي مستشفى ما فيش، انا ما عنديش اجهزه، المستشفى دي عايزه اجهزه ب 100 مليون وانا ما عنديش، المستشفى دي عايزه اجهزه ب 20 مليون وانا ما عنديش. امال ال 48 مليار الميزانيه دي بايه؟ بتروح فين؟ حوافز ومرتبات. حوافز ومرتبات؟ طبعا نصها حوافز ومرتبات. انا لسه قاري امبارح خبر تصريح عن سياده الوزير الصحه انه هيعمل مش عارف للاطباء 30,000 جنيه. الواحد مش بيمانع انه لازم يكافئ الموظف او الطبيب، لكن انا اشوف الاول المريض يا استاذه بسمة اللي بيموت. يا استاذ الرسمه بالعقل يا جماعه، في الظرف في الظرف. ومعلش معلش معلش انا عايز اسال سؤال، في دكتور هياخد 30,000 جنيه يا استاذ الرسمه؟ ياخد بس 2000 جنيه يا شيخه، ده الدكتور بياخد 1200 و1300 جنيه مش لاقي ياكل يا فندم. الدكتور اللي مش لاقي ياكل ده يعالجك ازاي؟ يا سياده النائب دلوقتي مش سياده الوزير بيقول انه ما فيش ميزانيه علشان المستشفيات والمرضى؟ امال دلوقتي في ميزانيه لزياده الاطباء 30,000 جنيه؟ لا استاذ للطبيب، منين جت الميزانيه يا فندم؟ عشان بس العنوان لا يخدعك، احنا نفسنا الطبيب ياخد مليون جنيه حيلا يعني، بس ده مش هيحصل. وانا المريض له حق، وهكلم حضرتك ربنا يديله يديك طول عمره بعد سنه واثنين وثلاثه وخمسه، هياخد دلوقتي الطبيب زي ما هو، والطبيب مستحمل بس يقول لك ادوني ادوني ادوات استشهد بيها. يعني احنا عندنا مستشفى بس ما فيش قريه ما فيش عبد الصحيح، ما فيش مركز ما فيهوش مستشفى، ما فيش محافظه ما فيهاش ثلاث اربع مستشفيات، ولكن من يدير؟ يا فندم احنا عايزين حد يدير منظومه الصحه، مش عايزين حد يتكلم وبس. يا دكتور حساسين، يا دكتور نعم حساسين، اتفضل بعد اذن حضرتك، بس انت نائب وقدامي النائب نعم. احمد ادريس، وبتقولوا نعم. ان انتوا بتعملوا استجوابات واحاطه وطلبات احاطه واسئله طبعا لوزير الصحه ومش مستجيب. لا مفيش استجواب لحد دلوقتي، هل في استجواب؟ لا مفيش استجواب. لا طيب طب ليه يا فندم؟ طلبات احاطه بعد اذنك بس ليه؟ يا دكتور طلبات احاطه، انتوا نعم. نواب وممثلين للشعب، والمفروض ان انتوا اقوى من الحكومه، ومش بيسمع نعم. لكم الوزير نعم. ده بقى مسنود
ولا ايه؟ عشان لو مسنود يبقى الكلام ملوش لازمه، ناخد بعضنا ونمشي. انا بس انا كان المقصر إن مش هيتحاسب ان كان المقصر. لا لا لا، في الحكومه مفيش حد مسنود. طيب خلاص يبقى بقى يسالوه مسنود. معلش انا خليني اقول حاجه. وهو لو مسنود انا اطلع ازاي بالحلقه واتكلم الكلام ده مره ودي الثانيه؟ واحنا سياده الرئيس ما بيحبش الحاجات دي ابدا ولا يسمح بذلك. ما هو قاعد في الوزارة ليه سنتين وحال الصحة كل ماله بيتدهور يا دكتور، وانتوا نواب ومش عارفين تاخدوا قرار ليه ولا عارفين تاخدوا. بعد اذنك يا دكتور بس اكمل كلام، اكمل كلام يا دكتور بعد اذنك. بص انا هكملك. طب اديله فرصة، اديله فرصة. اتفضل سيادة النائب. في الاستوديو. ماشي. بص يا استاذ العزيز، انا عايز بس اقول لك حاجة. السيد الرئيس او رئيس الحكومة لا يحابي لأي وزير، ثق من دي تماما. يعني مفيش حاجة اسمها وزير مسنود. الحكومة والرئيس الجمهورية لا يسند أي وزير. تاني نمرة واحد، حطها في دماغك 100%. لا وزير الصحه ولا غير وزير الصحه مسنود، انسى الجمله دي. ولكن انا بوعدك وبقول لك ان الايام اللي جايه في تعديل وزاري ان شاء الله قريب. انا سامع كده، ترى مفيش كلام وليس تاكيدا، بس انا بقول لك ان الايام اللي جايه فيها تعديل وزاري، وخاصه في الوزارات الخدميه. ثق من دي تماما، وثق من اول رئيس البرلمان لحد كل النواب، كلهم لم يرضيهم اللي بيحصل في الشعب المصري. احنا تعبانين اكتر منك، انت في البيت بتلاقي عندك مشكله، انما انا بلاقي عندي كل يوم في الدايره. لا انا مش في البيت يا فندم، انا برضه موجود في الشارع وبناقش مشاكل الشارع. انا بقول لك يا فندم، انا بقول لك انت عندك مشكله في الشارع او اتنين، انما انا وكل النواب زمايلي عندنا كل يوم 100 مشكله وتخص الصحه. طب ما هو الدكتور من ساعه ما مسك وزير صحه والحاله الصحه متدهور، يعني في النازل مش في الطالع. اطمن في ده. طب نبرر ده بايه؟ يعني انا كمواطن عادي في الشارع ابرر ده بايه؟ شايف ان المنظومه الصحيه كل مالها بتنهدر، تمام، وفي تدهور، وقاعد لسه في منصبه. في تعديل وزاري قريب، اطمن يا فندم. يا فندم رساله بوجهها لاعضاء مجلس الشعب او اعضاء مجلس النواب، بالله عليكم بلاش مصالح شخصيه، خلينا في المصالح العامه بتوع اهل دايرتكم. لا بص، اتكلموا ضد اي حد مقصر. اديله فرصه بس. اتفضل يا سياده النائب. يا استاذ بسمه، اولا مفيش نائب في البرلمان عنده مصالح شخصيه مع الوزير الا اذا مصالح دايرته. يعني انا لما بروح للوزير اقول له تعالى انا عندي مستشفى كرداسه، ده صحيح. مفيش مستشفى في كرداسه، بقول له ارجوك اعمل لي. ما دي مش مصلحه شخصيه، دي مصلحه عامه. بس انا عايز اقول حاجه يا سياده النائب. سياده النائب خليني اقول حاجه. هو مش غلطان وحضرتك مش غلطان، في بس حاجه عايزه افسرها. هو حضرتك بقت للاسف الشديد النهارده انه مصلحه الدايره للبرلماني انها بقت بقت خدمة بقت نقل موظف بالظبط كده. يعني انا لما اروح اطلب، لو انا نائبة عن الدايرة بتاعتي ورايحة اطلب من الوزير خدمة لحد مواطن عندي، بقت اصبحت النهاردة خدمة. هو بقى بيأديلي خدمة، بيعمل لي جميلة، ودي كارثة، لان هو واجب عليه ان هو يعمل. من اول ما بدأ البرلمان انا الشرعي في المراجعة، من اول ما بدأ البرلمان واحنا كلمنا رئيس المجلس قلنا له طول ما النائب معاه ورقة بيخش يندقوا الوزير مش هيعرف يحاسب الوزير. قلنا الكلام ده ولكن ما حدش سمع كلامنا. انا معاك يا دكتور في الكلام ده. هو انت النهارده لما يجي واحد يقول لك انا عايز عنايه مركزه يا احمد بيه او يا استاذه بسمه، يجي لي انا واحد كنائب يقول انا عايز عنايه مركزه واروح للوزير عشان اجيب له عنايه مركزه، مش ده واجبي كمواطن كواحد انتخبني بغض النظر عن هو ينتخبني ولا مش ينتخبني؟ مش نازلين تاني اثناء الانتخابات؟ طبعا. ولكن الوزير بيعمل لك خدمه، تيجي انت تعمل ايه قدامه؟ ومع ذلك احنا بنهاجم. يبقى انا بقى بقيت السلبيات مش هقدر اتكلم عنها، ما هو خادمني. لا دكتور، احنا لما نطلب رغم ان ده حق مش خدمه، ما مش لما اطلب عنايه دي خدمه علاجيه للمواطن، لكن لما اطلب اجازه اطلب لابد ان الفكر يتغير، والناس الوزراء والحكومه تعرف ان احنا لما بنطلب طلب ما هوش طلب شخصي، وده امر على الوزير ان هو ينفذه لنا، لازم يعرفوا كده. طول ما هم ما عرفوش كده احنا هنعمل ايه؟ في ايدينا ايه يا جماعه؟ ما هو مجلس النواب طالعين عين ابوه في الشارع الساعه 3 و4 الفجر يوميا. ما انت عارف يا استاذه بسمه، تعمل طلب احاطه يا دكتور وتعمل استجواب. شكرا سياده النائب سعيد حساسين. معانا النائب احمد شعيب. الو.